يا صباح الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد واسبوع جديد ان شاء الله تكون بدايته كده بدايه خير علينا، وحلقه جديده من صباح اون تايم هنكون موجودين مع حضراتكم لمده ساعه ونص. عندنا اكيد احداث واخبار كتير هيكون النهارده معايا في ساعه ونص زميلتي العزيزه مرهان عمرو. مرهان صباح الفل عليك. يا صباح الخير عليك. الله يسلمك، وطبعا صباح الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس. طبعا وكالعاده بنكون معاكم في صباح اون تايم ومتابعه ابرز واهم الاحداث الرياضيه، وطبعا مباراه النادي الاهلي هي الحدث الابرز والاهم في نصف النهائي هنكون بنتابعها النهارده، وتفاصيل كتير عن هذا اللقاء، وطبعا احداث كتير على الساحه الرياضيه والكرويه كلها هتكون معنا في حلقتنا النهارده. كلمتين وبس. المشوار ما الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد. لمسة تصويبة قوية. حط جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ شدينا هنبدأ مع حضراتكم أكيد زي ما كانت بدأ مريهان. الحدث الأهم هو مباراة الأهلي إن شاء الله وفاق سطيف النهاردة، المباراة الثانية بعد طبعا مكسب هنا بربعية، كان مباراة أكيد فيها تفوق كبير جدا للنادي الأهلي، ولكن المباراة الثانية دايما كان بيتكلم حتى موسيماني في المؤتمر الصحفي أن مش مهم أن أنت تكسب بنتيجة كبيرة، لأن في فرق كتيرة جدا كسبت بنتائج كبيرة، بعد كده في المباراة العودة بيكون الموضوع مختلف، ولكن الأمر هيكون أسهل نسبيا بالنسبة طبعا للنادي الأهلي. هتشيل ضغوطات من على لعيبة النادي الأهلي في مباراة النهاردة، كسبان 4 فمحتاج هناك حتى لو سجل هدف ان شاء الله يكون خلاص موجود في النهائي وضمن التأهل بإذن الله، وكل الثالثة ليه على حساب الوداد بمشيئة الله. وهنشوف الكلام رايح فين، لان كلام كتير وكان فيه تفاصيل كتيرة يمكن على مباراة النهائي، ولكن خلينا نركز في مباراة وفاق سطيف ان شاء الله بنتمنى فيها كل التوفيق النهاردة مرهان للنادي الاهلي بإذن الله. اكيد مباراة كبيرة ومهمة، ولكن النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم على نتيجة المباراة الاولى قدر ان هو يكون بيريح نفسه بشكل كبير. طبعا الكرة لازم طول الوقت تكون بتركز وبتدي كل الأهمية وكل الاحترام للمنافس مهما كانت النتيجة الأولى، مديك إرياحية إلى حد ما، وده أكيد مؤكد هيكون بيحصل في كل الجلسات اللي بيقوم بها المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع اللاعبين، علشان تكون المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة بياخدها اللاعبين كلهم والجهاز الفني بكامل التركيز بدون أي تهاون. نتيجة مريحة ولكن كل مباراة وإحنا بنتكلم في هذه الأدوار إن لازم يكون في اهتمام كبير بكل تفصيلة، وأكيد إحنا بنتكلم كمان عن مباريات كبيرة، مباراة في نصف النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، طموح كبير عند النادي الأهلي لتسطير تاريخ كبير بالحصول على الثالثة على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيعني مباراة أكيد هي كبيرة. برضو نستعرض معاكم تاريخ مواجهات وفاق سطيف مع النادي الأهلي. قبل كده كان في مواجهتين ليهم في نصف النهائي بالتحديد في هذه البطولة، كانت المرة الأولى في بطولة 1988 وفاز الوفاق في الجزائر بنتيجة 2-0، وفاز النادي الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة، ولكن الوفاق قدر ان هو يكون بيتأهل وقتها بركلات الترجيح. المرة الثانية كانت بقى في نصف النهائي في نسخة 2018، وفاز النادي الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة، وخسر في الجزائر 2-1 وتأهل للمباراة النهائية. أما في المرة الثالثة الحالية اللي احنا بنتكلم فيها، فاز النادي الأهلي برباعية في مباراة الذهاب في القاهرة، بنتمنى طبعا يكون بيحقق نتيجة إيجابية وكبيرة على حساب وفاق سطيف النهاردة، المباراة اللي هتكون بنتابعها الساعة 9 مساء ان شاء الله. مباراة تكون زي ما كنا بنتكلم انا ومريهان سهله نسبيا بالنسبه للنادي الاهلي، حقق نتيجه كبيره، مش عايز فكره ان انت بتفكر في النهائي من دلوقتي. لعيبه النادي الاهلي اكيد بيتسو موسيماني بيفكر في النهائي، اكيد ابتدى يشتغل على فريق الوداد بعد ما حسم امبارح تاهله بشكل رسمي، ابتدى يشتغل اللعيبه ابتدت تفكر بعض الشيء في مباراه النهائي. بسبب ده برضو ان انت هنا خلاص كسبان بنتيجه مريحاك بشكل كبير جدا، فانت كسبان 4 رحت
هناك سجلت هدف، ان شاء الله النهارده يكون الموضوع بيتسهل ويكون خلاص بشكل رسمي موجود في النهائي. امبارح خلاص تعادل فريق الوداد مع بيترو اتلتيكو، تاهل رسميا للمباراه النهائيه بمجموع طبعا نتيجه المباراتين، بعد ما كان فاز في مباراه الذهاب في انجولا بثلاث اهداف. وهينتظر طبعا الفريق المتاهل من النهارده باذن الله يكون النادي الاهلي ان شاء الله على حسابه فاكس طيف. فكره بقى الاهلي والوداد، امبارح اللي اتفرج يمكن على مباراه الوداد وبيترو اتلتيكو، الوداد فريق كبير وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي بيمتلك كثير من العناصر المهمة واللي بتميزه الحقيقة. لو جيت حسبتها كده بشكل منطقي هتلاقي النادي الأهلي كفته أتقل شويتين ثلاثة، فإن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق للنادي الأهلي النهاردة، يكون التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله كمان في النهائي على حساب الوداد إن شاء الله. بنتكلم طبعا عن مباراة مهمة، النظر بدون يعني أي قصد بيروح على طول على المباراة النهائية لقرب النتيجة لصالح النادي الأهلي، تحس ان خلاص الأجواء كلها كانت حاسمة ان المباراة النهائية هتكون ما بين الوداد وما بين النادي الأهلي او الأهلي والوداد. ولكن بنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته الليلة، مباراة مهمة، كل ما تحقق نتيجة إيجابية على كل المنافسين بتوعك خصوصا في هذه الأدوار المتقدمة ده بيديك ثقة كبيرة، ده كمان بيخلي المنافسين يعملوا لك حساب اكتر واكتر. اعتقد هي دي طريقة التفكير اللي يكون بيركز عليها بيتسو موسيماني في مباراة الليلة اللي هتكون بتنطلق الساعة 9 مساء. نعرف تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء النادي الأهلي ووفاق سطيف في التقرير التالي. تسعون دقيقة تفصل النادي الأهلي عن بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 15 في تاريخه، عندما يحل ضيفا على وفاق السيف الجزائري بإياب نصف نهائي المسابقة القارية. الأهلي ورغم تفوقه ذهابا برباعية، والتاريخ يشهد على تجاوز الأهلي للأدوار الإقصائية عندما يفوز ذهابا برباعية، إلا أن كتيبة المدير الفني بيتسو موسيماني ستسعى لتجنب أي مفاجأة من الفريق الجزائري قد تعكر صفو التأهل للنهائي الثالث على التوالي. مباراة هامة للاعب الأهلي ومدربهم بيتسو موسيماني الذي يتطلع لكتابة التاريخ بقيادة القلعة الحمراء للنهائي الثالث، ومن ثم اللقب الثالث على التوالي والرابع للمدرب الجنوب أفريقي ليحذو حذو الساحر البرتغالي مانويل جوزي الذي سبق له التتويج بالبطولة 4 مرات أثناء قيادته للفريق. أما عن اللاعبين فيمني محمد شريف النفس بالدخول في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الأهلي بالبطولات الأفريقية، حيث يتواجد حاليا في المركز 11 بعد أن سجل 12 هدفا بالتساوي مع علاء إبراهيم وعبد الله السعيد، ويفصله هدف واحد فقط ليتساوى مع المغربي وليد أزارو وطاهر أبو زيد أسطورة القلعة الحمراء. كما يأمل العديد من اللاعبين أيضا في بلوغ النهائي الأفريقي الأول بالقميص الأحمر، ويأتي في مقدمتهم بيرسيتاو وأحمد عبد القادر وغيرهم ممن يراودهم حلم التتويج بدوري الأبطال والنجمة 11 للقلعة الحمراء. أكيد النهاردة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بيفكر بيقسم المباراة، يكون شكل المباراة عامل إزاي. الراجل عارف أنه كسبان هنا بنتيجة كبيرة، ولكن كانت تصريحاته دايما مختلفة بعض الشيء عشان اللعيبة بس تشيل من عندها حتة الثقة الزايدة، لأن أنت لما بتخش مباراة وأنت مش مستهون بالخصم ولكن واثق زيادة فبيبقى الموضوع مختلف شوية. فده اللي كان بيتكلم فيه بيتسو موسيماني، أكيد مقسم مباراته النهاردة أمام وفاق سطيف. خلينا نروح نشوف قال إيه في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء اليوم ونرجع لحضراتكم مرة تانية. We are professionals. We know the stories of football that has ever happened before. And we don't want to be caught in a situation like that before, because we know that how football works, and there are teams that have turned the 4-0 into a 5-0. So we know that, and we are aware of that. So we are here to win the game. We're only here to win the match. It's going to be very difficult. It's not going to be easy, because Satif wants to win also, and we respect them as a football team. They're a good team. They've
they've won the Champions League before, and they are not in the semi-finals by luck. And we should not be deceived by the 4-0 that happened in Cairo. We should respect Satif. كرة القدم يعني فيها قصص كتيرة وفرق كسبانة 4-0 والنتيجة تحولت عليها وخسرت 5-4 وبتحصل في كل حتة وإحنا مش عايزين نكون جزء من التاريخ ده التاريخ السيء ده والمنتهى ممكن تحصل فريق صغير فريق كبير وفريق قوي إحنا جينا هنا عشان نفوز ونعرف إن مش هيبقى سهل طبعاً هيبقى ماتش قدام فرقة كبيرة فرقة ليها تاريخ وفرقة وصلت خدت بطولة أفريقيا قبل كده وإذا كانت وفاق صغير وصلت المباراة النهائية ده مش من الحظ ده فرقة كبيرة فالمفروض ما نفكرش في 4-0 بتاعت ماتش الذهاب وتخلينا ننسى إن إحنا جايين عشان نكسب هنا عشان النتيجة الماتش الذهاب ممكن تخلي تأثر علينا بالسلب فهنبقى كنا جايين عشان نفوز وبالتالي الماتش هيكون صعب مش سهل. No, we're playing a normal game. For us, the score is 0-0. And we come here to play on a game that is 0-0. So I think you understand what will be the strategy when you have 0-0. هتكون استراتيجية خاصة بقولك ما عندي استراتيجية خاصة احنا بنعتبر نفسنا تعادلنا 0-0 وكان بنبدا مباراة والنتيجة 0-0 ما عندهاش أي حاجة توصل لينا فأنت متخيل ممكن يكون بيلعبوا ازاي ممكن هيبقى أداء بتاعنا ازاي It's important for us to score a goal here or two. مهم جدا نسجل هدف أو هدفين هنا But we know it's not going to be easy. بس طبعا عارفين إنه مش هيكون سهل خالص And we might not even score. ممكن حتى ما نسجلش خالص The player was not red carded when it was still 11 against 11 on the pitch. We still played very well. بس برضو حاجة بتقول بعد 35 دقيقة في كارت أحمر وهاي بس بيقولك برضو في الخمس في قبل الطرد ما كملوا 11 قدام 11 فلعبتنا كانت بتلعب بشكل جيد كانت بتأدي بشكل جيد. But yes, the red card gave us an advantage. لكن طبعا الكارت الأحمر اللي خدوا لعب وفاء صيف إدى أفضلية للنادي الأهلي إدانا أفضلية. There's a lot of stories that have been written in football about the games. There's a lot of results that have been overturned in football and it has happened, it's reality. So it is possible that they can overturn the results, but they can only do that if we allow them to do that. هو بيقول طبعا تاريخ كرة القدم فيه قصص كتير لمواقف زي دي والنتيجة اتقلبت تماما وتم فيها تاني بالتعويض فده ممكن طبعا يحصل لأن كانش حد كده في حاجة زي كده اللي كانت حقيقة ممكن تحصل بس ده مش هيحصل إلا لو احنا سمحنا لهم إن يحصل ده يعني المفروض ما يسمح لهمش إن يرجعوا بالنتيجة ويعوضوا ويسجلوا 5 أهداف. The pitch is always good here. والملعب دايما بيكون مبصش عليه بس الملعب دايما بيكون كويس هنا. I was here maybe 15 years back or 10 12 years back جه من حوالي 15 سنه او من 10 12 سنه to play USMA here لا جه مع فرقته السابقه لعب مع اتحاد العاصمه هنا and the pitch was good والملعب كان في حاله جيده and the pitch is always good والملعب هنا دايما في حاله جيده أكيد إريحية كبيرة جدا من تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي قبل ساعات قليلة من انطلاقة المباراة إلى حد كبير خلاص بإذن الله النادي الأهلي يكون بيحتفل بالوصول وحجز تذكرة في المباراة النهائية في هذه النسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. خلونا نستكمل في إطار التصريحات كابتن الفريق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي واللي أصبح كبير في إطلاق تصريحات مهمة وموزونة جدا قبل المباراة قبل المباريات المهمة وكمان بعدها. خلونا نتابع تصريحاته ونعود مرة تانية. أكيد اللعيبة اللي موجودة عندهم خبرات الفترة اللي فاتت كلها وعارفة يعني إيه أهمية المباراة النصف النهائي عشان فضلنا خطوة واحدة بس لنوصل النهائي وبالنسبة إن إحنا قلنا إن إحنا عايزين نعمل تاريخ لنفسنا اللي إحنا ناخد التالت على التوالي واللعيبة فاهمة يعني إيه كمية المباراة وعارفة المباراة تبقى صعبة جدا عشان فريق محترم جدا اللي إحنا لعبنا في القاهرة ستيف فرقة قوية ممكن ظروف المباراة الأولانية كان معنا التوفيق عشان كده اللعبة كلها مركزة وعارفة أهمية المباراة واخدة الأمور بجدية أكتر من الماتش الأولاني. أكيد طبعا المباراة تبقى قوية مش هتبقى سهلة خالص. احنا أنا زي ما قلت المباراة الأولانية احنا سهلنا على نفسنا المباراة بس خلاص احنا نسينا المباراة الأولانية فنفكر في المباراة التانية هنا في الجزائر عشان احنا عارفين وقف سيف فرقة محترمة جدا ولها جمهور لعبت قبل كده هنا 2018 و
يعني وشفت الجمهور عامل ازاي والفرقه على ارضها تبقى عامله ازاي والكلام ده كله وصل للعيبه وهم مركزين جدا وعارفين اهميه المباراه. احنا عندنا هدف واحد اللي احنا نوصل النهائي والمباراه تبقى صعبه وزي ما كنتش قال احنا عايزين نسجل هنا وهنقدر ان شاء الله نسجل. احنا لو اديناهم الفرصه هم يسجلوا بس ان شاء الله مش هنديهم الفرصه ونبقى مركزين ان شاء الله في المباراه. وطبعا يعني بصراحه انا دي تاني مره اجي الجزائر تالت مره اجي الجزائر بصراحه يعني الشعب الجزائري من شعب يعني مضياف زي ما بيقولوا وبصراحه قابلنا بشكل كويس جدا البعثه كلها والشعب الجزائر يعني شيلنا فوق الراس الناس كلها بتقابلنا كويس الناس كلها اي حاجه بنبقى محتاجينها بيبقوا معانا. وامبارح زي ما حضرتك قلت في طفل جه امبارح وفي ناس كتير جت امبارح بس هم وانا شايف ان في ناس هنا كتير بتحب النادي الاهلي لا بصراحه يعني الشعب يعني زي ما بيقولوا احنا اشقاء يعني. وطبعا المباراه في الجزائر نفس في مصر نفس النظام احنا بنهم بشكل كويس جدا وحتى بعد المباراه كلنا سلمنا على بعض وده اهم حاجه في الكوره يعني يبقى في روح رياضيه بين اي شعب. وطبعا مبسوط ان انا موجود معاكم هنا في الجزائر. طبعا اكيد كل التصريحات سواء من موسيماني او من الشناوي او من اي لاعب في النادي الاهلي هتتكلم معاه هتلاقي الكلام بهدوء هتلاقي اكيد اللعيبه عندها ثقه خلاص دلوقتي داخل المباراه وانت مرتاح. المباراه خارج ارضك في وسط جمهورهم ولكن انت خلاص عملت النتيجه مرتاحه هنا فانت رايح اللقاء باذن الله النهارده يكون في اريحيه كبيره للنادي الاهلي يكون كمان بيحقق نتيجه ايجابيه مش بس تصعد للنهايه عشان الماتشات دي اللي هي بيبقى قبل النهايه بيبقى دايما هتلاقي عليها النظره هتلاقي لعيبه الوداد بتتفرج مدير فني بيتفرج فهي بتبقى زي رساله بتوصلها للفريق اللي انت هتلعبه في النهائي. فان شاء الله النهارده النادي الاهلي يكون بيعمل مباراه كبيره ليه باسم النادي الاهلي وبلعيبه النادي الاهلي يكون انجاز كبير ان شاء الله يكونوا بيحققوه مع بيتسو موسيماني بالتتويج للمره الثالثه على التوالي ان شاء الله كل ده يكون من نصيب النادي الاهلي. كالعاده بنكون مع حضراتكم سؤال لحلقه اليوم النهارده سؤالنا عن اكيد مباراه النادي الاهلي كل ده بيكون طبعا من خلال فقره اللعب. سؤال النهارده هي توقعاتك لنتيجه مباراه وفاق ستيف والنادي الاهلي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا واكيد الناس كلها بتشوف كل واحد عنده توقع كل واحد عنده تمني واكيد هنعرض لحضراتكم في اخر الحلقه كل توقعات الناس اللي قالتها على السوشيال ميديا. طيب يعني عايز اتكلم برضو في جزئيه وهي فكره الرجاء والوداد. الوداد خلاص صعد للنهائي وكان في كلام ما بين ان انت الوداد عايز يأجل المباراة لو صعد للنهائي مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي مش بتكلم عن دوري أبطال أفريقيا عن الوداد بتكلم عن الوداد في الدوري المغربي. ويمكن مرهان كان في كلام كتير عن فكرة إن الوداد لو وصل للنهائي عايز يأجل ماتش وفي الناحية التانية الرجاء لا مش عايز يأجل ماتش عشان تكافؤ الفرص وابتدى من هنا الموضوع شوية يبقى فيه لخبطة لسه مش عارفين الدنيا هيكون شكلها عامل ازاي. يعني بنتكلم على ديربي مغربي كبير الوداد والرجاء وهو من المقرر يكون في الجولة ال 25 الأيام المحددة يوم 25 أو 26 الشهر الجاري. فبالتالي كده في خطوة استباقية للأخبار اللي بدأت تظهر إن ممكن يكون الوداد بيطالب بتأجيل الديربي ده علشان وصوله للمباراة النهائية يكون بكامل تركيزه وبكامل لياقته وكل لاعبيه يكونوا في أفضل حالة بدنية وفنية. فبدأ هو بقى في إطار خطوة استباقية يؤكد إن هو متمسك بنسبة 100% إن هو يكون بيلعب المباراة بتاعته أمام الوداد. الرجاء والوداد يكون مواجهتهم في ميعادها سواء 25 أو 26 في إطار منافسات الجولة ال 25 من الدوري المغربي. كمان النتيجة في الدوري المغربي بنتكلم عن الوداد في المركز الأول الرجاء في المركز الثاني ولكن بنفس عدد النقاط فرق الأهداف بس هو اللي بيعطي الأفضلية لفريق الوداد المغربي. فبالتالي يعني دي حاجة على الهامش كده طبعا يعني. هو نادي الرجاء عايز يستغل فرصة إن أنت مضغوط إن أنت تفكيرك كله إفريقيا في مباراة النهائي فعايز يستغل ان هو يتصدر الدوري المغربي من هنا ويلعب مباراته في وقتها عشان التكافؤ. فكره هو بيتكلم في فكره تكافؤ الفرص انا انت عندك نهائي افريقيا وانا عايز العب عشان انا عايز اكون بحقق الدوري. فهي نفس الفكره لسه مش عارفين الموضوع يكون شكله عامل ازاي او هيكون الكلام فيه شكله عامل ازاي خلال الساعات اللي جايه ولكن هي حاجة أو حدوتة موجودة داخل الدوري المغربي فحبينا نعرضها طبعا لحضراتكم ما بين الرجاء والوداد هنشوف الدنيا يكون شكلها عامل ازاي. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نواصل بعد هذا الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، ولسه بنستكمل بقيه التفاصيل حلقتنا النهارده في صباح اون تايم، ونبدا اخبارنا مع النادي الاهلي في اون فاير نيوز. واحنا طبعا بنتكلم على تفاصيل كتيره جدا ليها علاقه بالوقت الحالي، ده اكيد مش بيفصلنا خالص عن الرؤيه المستقبليه لكل الانديه ومجالس الادارات ان هي تكون بتدعم صفوف الفريق الاول لكره القدم في الفتره اللي جايه واستعدادا للموسم اللي جاي، طبعا تمهيدا لحصد بطولات. ده اللي بيحصل داخل اسوار النادي الاهلي، فنجح مسؤول النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في الحصول على رغبه موقعه من احمد عاطف نجم فيوتشر للانضمام الى صفوف الفريق في الموسم الجديد. كان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أبدى ترحيبه بالتوقيع مع اللاعب بسبب إمكانياته الفنية الكبيرة، وكمان رحب عاطف بمفاوضات الأهلي في وقت سابق. أما عن ارتداء قميص الفريق فقال عن الرحيل عن نادي في وقت قبل كده والموافقة على الرحيل تكون برضو من النادي، ولما اتكلم عن عرض من نادي الزمالك فهو حس أن فرصته هتكون ضعيفة داخل أسوار النادي الأبيض، فبالتالي الاتجاه كان بشكل أكبر لأحمد عاطف للتوجه إلى القلعة الحمراء. نستعرض معكم كمان أرقام اللاعب مع فيوتشر في الموسم الحالي، لعب معهم 10 مباريات قدر يسجل 5 أهداف وقدر يصنع هدف واحد. نتكلم على لعيبة كتير قدرت أنها تكون بتثبت نفسها، والصراحة الواحد بيكون سعيد جدا لما بيشوف أن مجالس الإدارة تبدأ تركز شوية أنها تكون بتدعم الخط الأمامي بلعيبة مصرية، عكس طبعا التوجهات اللي كنا بنتابعها طول الفترة اللي فاتت. مش بنقلل من أهمية لازم يكون عندك لعيب أفريقي جامد وتقيل ويقدر أن هو يكون بيسجل وتقدر تكون بتعتمد عليه بشكل كبير في البطولات الكبيره، ولكن لازم برضو نكون بندي حق شويه للعيبه الصغيره اللعيبه المصريه، علشان ده كله في الاخر طول الوقت بنقول بيصب في مصلحه منتخبنا الاول. ان شاء الله كل التوفيق لكل لاعبتنا الشباب. طبعا واحد من اهم اللعيبه مرهان زي ما بتتكلم احمد عاطف مع الكابتن علي ماهر في فيوتشر ماشي بشكل كويس جدا، واعتقد الكلام كان على احمد عاطف خلال الفترات اللي فاتت ما بين النادي الزمالك شويه، سمعنا عن مفاوضات نادي الزمالك مع احمد عاطف، بعد كده رجع مره ثانيه دلوقتي خلاص في مفاوضات مع النادي الاهلي. حصل النادي الاهلي زي ما كانت بتتكلم مريهان على موافقه كده مبدئيه من احمد عاطف على الانتقال للنادي الاهلي، اضافه اكيد يمكن فكره ان احمد عاطف فكر في حته ان انا لو رحت نادي الزمالك هل هيكون ليا مكان وبشارك ولا لا؟ طب هل لو رحت النادي الاهلي هيكون ليا مكان وبشارك ولا لا؟ هنا فكره ان موسيماني لما تيجي تحسبها في النادي الاهلي في لعيبه موجوده، في محمد شريف، في بيرستاو بقى بيلعب دلوقتي بشكل اساسي، بيجي بعدين محمد شريف، في حسام حسن اللعيب اللي ما ظهرش لحد دلوقتي وما خدش فرصته مع النادي الاهلي. واعتقد من وجهه نظري ان انت لو جبت احمد عاطف وعندك كمان صلاح محسن فعندك دلوقتي 4 لعيبه، ممكن صلاح بيوظفه شويه مش في حته الاسترايكر الصريح ولكن بيوظف شويه ناحيه اليمين. فكره ان انت تجيب احمد عاطف ويجي النادي الاهلي حسام حسن هتكون فرصه قليله جدا في المشاركه، بل يعني هتكون تكاد تكون معدومه يعني بالمشاركه مع بيتسو موسيماني. لحد دلوقتي ما فيش قناعات فنيه باللاعب يعني، وده شايفينه وحاسينه ولامسينه كلنا في الدوري المصري. احمد عاطف لعيب كويس اضافه لاي فريق سواء اهلي او زمالك، اكيد لعيب مهم، لعيب لسه صغير، لعيب صانع الفارق دايما مع الكابتن علي ماهر، هيكون اكيد اضافه قويه، بنتمنى له كل التوفيق. لازم تفكر كويس انت هتروح مكانك هيكون فين، مكانك هيكون في الملعب، فانت هتستفيد ومنتخب مصر كمان هيستفيد لو انت تألقت ايا كان كنت فين، اهلي زمالك فيوتشر مكانك فين. لازم تحسبها كويس، لازم تعرف انت هتروح تشارك ولا لا، ولا هتروح مجرد زي حسام حسن كان متألق بشكل كبير جدا وماشي بشكل كويس جدا، جه النادي الاهلي قاعد على دكه البدلاء ملوش اي يعني خالص ملوش اي تواجد مع النادي الاهلي، ممكن يكون بياخد دقيقتين ثلاثه وساعات ما بياخدش خالص. ففكره اهم حاجه ان انت تكون بتشارك وموجود عشان في الاخر تكون بتفيد نفسك وبتفيد منتخب بلدك. نستكمل اخبارنا مع حضراتكم، وبتبحث لجنه الحكام في الكاف عن هويه حكم المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، والمقرر ليها ان شاء الله يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا. يعني كلام كتير عن المباراه دي بالذات وعن اللي كان حاصل من اول ما الوداد المغرب اعلن بشكل رسمي او الكاف اعلن بشكل رسمي عن استضافه المغرب للنهائي، بعد طبعا ما خلاص عرف ان الوداد موجود، وكلام كتير حتى تحكيميا دلوقتي عن مين الحكم اللي هيدير اللقاء، مين الحكم اللي هيكون موجود، ومفيش مشاكل تحكيميه هتحصل، لان ابتدى يبقى في تخوف
وده منطقي جدا ان انا اكون كراجل بتفرج وراجل بشجع النادي الاهلي وشايف اللي حاصل من الكاف والكلام اللي اتكلمنا فيه على مدار الايام اللي فاتت، وفي الاخر تيجي تلاقي مثلا حكم فلان هو حكم ممكن يكون بيتحامل بعض الشيء على النادي الاهلي، فانت تبتدي هنا تخاف، تبتدي هنا تفكر، تبتدي هنا تشوف ايه اللي ممكن يحصل. طيب مصدر داخل الكاف قال ان في ترشيحات لحكام النهائي بتصب في صالح الثنائي الجنبي بكاري جسامه والزامبي سيكازوي لاداره المباراه النهائيه، او يعني هيشوفوا هيستعين بحد منهم او هيستعينوا بحد منهم في تقنيه الفيديو. وده بعد ما اسندت لجنه الحكام اداره مباراه العوده بين الوداد وبيترو اتلتيكو اللي كانت امبارح اللي حسم بيها خلاص الوداد تاهله للنهائي لفيكتور جوميز، وكمان بيدير التونسي صادق السلمي مباراه العوده بين الاهلي وفاقس طيف اللي هتكون النهارده ان شاء الله. وده اللي خلى سواء الاثنين اللي بتكلم فيهم بيكون الاكتر او الترشيحات للاسامي دي اكتر شويه الجسامه وسكوزي الاثنين سواء ده او ده، لان انت خلي بالك كمان بعد مصطفى غربال كمان ادار مباراه الذهاب اللي كانت بين الوداد وبيترو اتلتيكو اللي كان تفوق فيها الوداد بثلاث اهداف. خلاص الكلام كله رايح في فكره الاثنين دول، ذكريات اكيد مش افضل حال مع الثنائي لجماهير النادي الاهلي بسبب التاريخ السيء للاثنين حكام مع النادي الاهلي والانديه المصريه اللي بتشارك بشكل عام داخل منافسات بطوله القاره الافريقيه. وفي حال تعيين واحد منهم بشكل رسمي هنشوف في النادي الاهلي هيكون ايه الاجراءات اللي بتتاخد، ايه اللي هيكون، هل هيبقى في شكوى بشكل رسمي ضد الحكام سواء جسامه او سكازوي اي حد منهم، هنشوف ايه اللي هيحصل، هيكون في كلام من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ان انت خلاص انت ابتديت تتحامل، ابتدت فكره او مبدا تكافؤ الفرص مش موجود ما بين الاهلي والوداد، خاصه الوداد بيلعب على ارضه بيلعب في وسط جمهوره، النادي الاهلي رايح هناك. فكره كمان ان تحكيميا او الاداره التحكيميه يكون فيها ظلم او يكون فيها اخطاء تحكيميه تيجي على حساب النادي الاهلي، اعتقد احنا مش هنقبل ده ولا مجلس اداره النادي الاهلي هيقبل ده. نتمنى ان احنا يكون في تكافؤ فرص في كل حاجه، احنا كل اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين نلعب مباراه نزيهه تقدر تكسب او تخسر داخل الملعب ما فيهاش اي عوامل خارجيه. ابتدينا بالعوامل الخارجيه بفكره ان الوداد تقدم او المغرب اتقدمت لاستضافه النهائي وما كانش في حد من هنا في اتحاد الكره المصري اتقدم باستضافه النهائي والقصه اللي احنا حكيناها لحضراتكم، ولكن في النهايه نتمنى في الاخر العداله التحكيميه اللي هتكون موجوده في المباراه. واولا واخيرا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. اكيد يعني قصه التحكيم وملف التحكيم الخاص بالمباريات الكبيره والمباريات المهمه في اطار المنافسات على المستوى الافريقي طبعا بتكون من اهم الحاجات اللي بتشغل اذهان سواء الجماهير، مجالس الاداره، اللاعبين برضو طبعا بتكون حاجه في الاذهان لما بتكون داخل ماتش وانت حاسس ان ممكن الحكم ده يكون بيتحامل عليك او ان هو تاريخه معاك مش احسن حاجه، ممكن تكون بتتاثر ذهنيا بشكل او باخر. كمان لما بيكون في بس سنه مشاكل اللي هو تاريخيا ما بين جماهير او فريق وحكم، ده بيكون كمان بيخلي الناس وهي بتتفرج على المباراة سواء في المدرجات أو من البيوت طول الوقت مركزة وطول الوقت أي خطأ حتى لو بسيط أنت حاسس إيه ده الموضوع هيبدأ فيه مشاكل ولا إيه ده، إحنا بنحس على طول بالإحساس بالتشكيك في قصة التحكيم هل هيكون بيأثر على نتيجة المباراة ولا لا. فنقطة زي دي بنأمل أن الاتحاد الإفريقي يكون بيحطها في الحسابات وما يكونش بيجي على أي طرف من الطرفين. لو في حكمين ممكن يكون في حكم منهم مثلا قابل للنقاش نروح للحكم التاني ونقفل خالص الملف اللي ممكن يكون بيثير الجدل بشكل او باخر علشان يكون التركيز كله ان احنا نشوف مباراه يعني مباراه طليقه بحجم القاره الافريقيه تكون مباراه كبيره يكون فيها كوره حلوه يكون فيها تنافس شريف ومش عايزين اكتر من كده غير ان احنا نستمتع بمفهوم الكوره الحقيقي في اطار كل الضوابط اللي بتكون محطوطه علشان ما يكونش في اي فريق بيتاثر بشكل سلبي. ده اللي بنتمناه، ده اللي ان شاء الله يكون بيتحقق على ارض الواقع. قصه الارض دي ما شفنا فرق بتلعب خارج ارضها وبتقدر تحسم المباراه مهما كان ضغط الجماهير كبير وتقيل وصعب، واكيد كلنا عارفين ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون بيوصل للمباراه النهائيه
عارفين جماهير الوداد وتشجيع جماهير شمال افريقيا بيكون عامل ازاي. اكيد حاجه ليها ضغوط وليها رهبه خاصه، ولكن نادي الاهلي متعود على الضغوط دي وياما قدر ان هو يكون بيجلب بطولات لخزينه النادي بالشكل ده ومباريات صعبه، والتاريخ يشهد على ده. فمش هنحط في الدماغ اي حسابات خارج الكوره، لان بالكوره النادي الاهلي كبير وعنده الامكانيات الكبيره وعنده التاريخ وعنده الحاضر وعنده رؤيه كمان للمستقبل يقدر ان هو يكون بيستند عليها لحسم المباراه. ولكن التركيز يبقى ان شاء الله النهارده لحسم البطاقه الاخيره في المباراه النهائيه امام وفاق سطيف، تنتهي باذن الله صافره احداث هذه المباراه ونضمن التاهل باذن الله لطرف مصري في المباراه النهائيه. النادي الاهلي هيكون ليه كل الدعم في الفتره اللي جايه وصولا للمباراه النهائيه اللي هتكون يوم 30 من الشهر الحالي باذن الله، يكون قادر على حسمها وتحقيق تاريخ كبير جدا جدا بيصب في مصلحه الفريق طبعا ومصلحه كره القدم المصريه ان هي دايما تكون في مقدمه المشهد في القاره الافريقيه. نتكلم عن مباراه النهارده والتشكيل كمان المتوقع من قبل المدير الفني للنادي الاهلي جنوب افريقي فيتسو موسيماني. نتكلم عن مباراه يعني نقول لكم في التشكيل: محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول، خط الوسط حمدي فتحي واليو ديانج وقفشه، اما عن خط الهجوم بيرسي تاو، طاهر، محمد طاهر ومحمد شريف. تشكيل متوقع مليء بالنجوم، والحقيقه الملفت جدا للنظر يا يحيى في الفتره الاخيره ان بقى كل لاعب من دول وخصوصا على الشق الهجومي قدر ان هو يكون بيعمل بصمه في الفتره الاخيره، فاصبحت الاوراق عند بيسو موسيماني كبيره ان كان في اكتر من لاعب مش في افضل حالاتهم ولكن الكل كسبان ثقه في الوقت الحالي. صحيح، اكيد زي ما انت بتتكلمي يا مريان، وفكره خلاص موسيماني يمكن ابتدى يغير طريقه لعبه شويه، شفتها دلوقتي زي ما كنت بتتكلمي عن فكره بيرسي تاو ومحمد شريف، ابتدى يغير طريقته ل 4-4-2، ابتدينا نشوف تغيير شويه في التاكتكس، ابتدى يحفظ لعيبته شكل تاني مختلف. انت النهارده في لعيبه لو بتتكلم زي ما كانت بتتكلم مريهان قفشه، قفشه يمكن واحد من اللعيبه اللي كان بعيد عن مستواه وعودته مره تانية، لو الراجل بدا بيه النهارده هو بيعيد الثقه مره تانية لقفشه، واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي واعتقد مهم ان هو يرجع ويكون بيستعيد مستواه مره تانية. طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو اثنين لعيبه خلاص يمكن موسيماني مقتنع بيهم بشكل كبير جدا، محمد شريف النهارده لو بدا بيه الراجل بيفكر بيغير تاكتكس بيغير طريقه لعبه، هنشوف الشكل هيكون عامل ازاي. الناحيه الثانيه لو رجعت ورا هو معلول وهاني والشناوي وسواء ياسر، يعني خلاص الاسامي معروفه في نص الملعب طبعا حمدي والسوليه وديانج، يمكن الشكل ابتدى يكون واضح بالنسبه لبيتسو موسيماني. النهارده هتشوف قفشه ممكن يكون على حساب حد من الثلاث لعيبه اللي موجودين في نص الملعب سواء حمدي او ديانج او سوليه، هتشوف موجود قفشه يكون موجود النهارده، هنشوف الدنيا هيكون شكلها عامل ازاي. موسيماني قاري الموضوع ازاي، مقسم المباراه النهارده شكلها عامل ازاي، اكيد كلام فني كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد عادل اللي مشرفنا ومنورنا. صباح الفل عليك يا نجم مصر. صباح الفل عليك يا يحيى، صباح الفل عليك يا مريهان، وصباح الفل على الشعب المصري والساده المشاهدين. اهلا بك يا كابتن احمد، دايما بتنورنا، وخليني كده ابدا معاك سريعا عن مباراه اليوم ورؤيتك ليها على المستوى الفني، وانت طبعا حاطط في دماغك نتيجه المباراه اللي كانت على الارض فوز النادي الاهلي باربع اهداف نظيفه. اكيد ما فيش شك مباراه صعبه بكل المقاييس، ودايما انا لما كنت لعيب في النادي الاهلي او كلنا كمحبين النادي الاهلي او عشاق النادي الاهلي ما بنبصش للمباراه الاولانيه على قد ما ان احنا مركزين، لكن لو هنبص للمباراه الاولانيه ممكن تاثر بالسلب على لعيبه النادي الاهلي، لكن في النادي الاهلي وانا عارف السياسه اللي داخل النادي الاهلي ان هو بياخد المباراه مباراتها، فاكيد مباراه صعبه مش هتكون سهله هناك، لكن اتمنى ان مستر موسيماني يكون مقسم المباراه كويس، اكيد كل اللعيبه من نوعيه اللعيبه كمان ومقاومات البطوله اللي داخل الفرقه ان خلاص اللعيبه بقى عندها مقاومات البطوله، ومن ضمن احد اهم مقاومات البطوله ان احنا يعني زي ما بنقول كده بتقفل الصفحات بنفكر مباراه مباراتها، واكيد ما فيش شك كل اللعيبه مركزه سواء باي طريقه لعبه هتتلعب، لكن مهم جدا ان الفتره دي ان اللعيبه تبقى قافله على نفسها بشكل جيد، وده الدور الاكبر على كابتن سيد عبد الحفيظ في ظل الكلام الكتير والاقاويل الكتير عن المباراه النهائيه، ده اللي انا بتمنى ان كل اللعيبه النهارده تبقى مركزه، لان هي مباراه زي ما بقول لك يعني احنا بنقول في الكوره على طول دايما ده الشوط الثاني، ده الشوط الثاني كان في شوط اول هنا في مصر وفاضل الشوط الثاني، الحمد لله اللي مطمنا كلنا كمحبين النادي الاهلي ان اللعيبه بقى عندها مقاومات البطوله وبتقدر تتعامل مع المواقف دي كويس. اكيد
يعني زي ما انت بتتكلم يا كابتن احمد، الشوط الاول خلص مدي اريحيه لعيبه النادي الاهلي النهارده والبيتسو موسيماني في الاختيار ان هو هيكون بيفكر يدي لعيب ممكن يكون ما خدش في المباراه الاولانيه يبتدي يغير حاجه بتاعه، ولكن شفنا ان موسيماني ابتدى يغير في طريقه لعبه يا كابتن احمد شويه، وابتدينا نشوف عناصر مختلفه. يعني فكره ان انت تلعب باثنين فلاوده بيرستا ومحمد شريف، ممكن يكون بيرستا متاخر شويه ولكن طريقه لعب مختلفه بعض الشيء لبيتسو موسيماني. شايف النهارده يكون داخل اللقاء بشكل عامل ازاي؟ اللي انا بتمناه من التشكيل المتوقع ان هي ما تبقاش طريقه 4-4-2، يعني اتمنى ان هي تبقى 4-2-3-1، ده اللي انا بتمناه. وفي ظل وجود قفشه، يمكن اتكلمت على اكتر من مره يحيى معاك ان دايما قفشه، انا ما بشوفش ان قفشه بعيد عن مستواه على قد ما ان طريقه اللعب هي اللي بتاثر على اداء قفشه. وزي ما اتكلمت قبل كده مهم على مستر موسيماني ان انت طبعا بتلعب بنفس طريقه اللعب اللي تتناسب مع القماشه اللي معاك. يمكن لما لعبت 3-4-3 الاداء بقى شكله جيد، الاداء بقى شكله احسن، لان دي الطريقه اللي بتتناسب مع اللعبه اللي معاك. وفي ظل ان زي ما بنقول لو هتتكلم على قفشه، انا بتكلم على قفشه دايما ان هو محور لعب النادي الاهلي او محور ان الكوره بتعدي عليه، زي ما كنا بنتكلم على ابو تريكه قبل كده في النادي الاهلي، زي ما بنتكلم على عبد الله السعيد قبل كده. مهم جدا ان انت يبقى عندك فرقه زي النادي الاهلي او فرقه من الفرق الكبيره ان انت يبقى عندك رقم 10، لكن لما بتلعب 3-4-3 وتلعب 4-4-2 انت بتلغي خلاص رقم 10. مع ان افشل، انا زي ما بتكلم دايما على افشل لما بيلعب على الطرف من الاطراف، انت بتاخد حوالي 50% من ادائه ان هو يبقى عنده الحته الدفاعيه. في فرق يا يحيى على طول لما انت تلعب على الطرف من الاطراف، الحته الدفاعيه ان انت بترجع مع الباك اللي وراك، غير لما بتلعب رقم 10 بتدافع عندك من ال 18 لنص الملعب، فهي حته قصيره جدا. دي افشل بيقدر يأديها بشكل جيد، لكن انا بشوف ان مش على قد ان قفشه بعيد عن مستواه على ما قد طريقه اللعب هي اللي مأثره على ادائه. لكن اتمنى ان الطريقه النهارده تبقى 4-2-3-1، وان مستر موسيماني زي ما بقول دايما ما تديش الفرقه اللي قصادك اكبر من حجمها. فده مهم جدا، وده اللي يمكن حصل اللي في مصر ان انت لعبت فرضت اسلوب لعبك، وده دايما اللي بتكلم عليه دايما، انت مهم جدا ان انت تفرض اسلوب لعبك سواء بتلعب فريق كبير او فريق صغير، انت النادي الاهلي ومهم جدا تعرف ان النادي الاهلي. وده فعلا بقت المقاومات دي عند اللعيبه، دي اللي انا بتمنى مستر موسيماني في كل المباريات يتعامل بيها. وزي ما اقول لك برضه الكره ما يخافش وما يقلقش، لان انت عندك من احسن لعيبه على مستوى افريقيا موجوده داخل النادي الاهلي، بقى عندك لعيبه عندها مقاومات البطوله مع اداره موفره لك كل حاجه، فده يديك كل سبل الامكانيات ان انت تقدر تنزل تفرض اسلوب لعبك باي طريقه كانت. انت النادي الاهلي متغلب على اي فرقه في افريقيا وحائز اللقب لدورتين ورا بعض، التاسعه والعاشره، اتمنى ان هي تكون 11 ان شاء الله. كابتن احمد، طبعا كلنا بنتمنى نفس التمني، النادي الاهلي قادر على تحقيق هذا الانجاز والتاريخ الكبير اللي بيسطره في التوقيت الحالي. خليني اسالك على الافاقه اللي بيحظى بها عدد من لعيبه النادي الاهلي، بيجي طبعا في مقدمتهم بيرسي تاو اللي كان بيعاني في فتره مع النادي الاهلي، وطبعا بتبقى في ضغوط يعني محطوطه على اللاعب الافريقي ان هو اول ما يجي لازم على طول تحس بالمردود المادي اللي اتدفع على طول بيترجم لاهداف. فتعليقك على أداؤه في الفترة الأخيرة، وأيضا لعيبة تانية شايفينهم بقوا يعني نقدر نقول المستوى بدأ يكون فيه استمرارية أكتر من الفترة اللي قبل كده. فعلا يا مريهان، سؤال مهم جدا، وده اللي أنا يعني بأكد على كلامك. أكتر من لعيب أنا سعيد بمستواهم جدا سواء على المستوى المحلي أو على مستوى أفريقيا، عودة حسين الشحات، عودة بيرسي تاو لمستواه، عودة حسين الشحات لمستواه، عودة طاهر محمد طاهر لمستواه، ده على طول دايما زي ما بنتكلم دايما ده بيصب في مصلحة الفرقة. وأنا بشوف إن الثلث الأمامي للنادي الأهلي أو إن هو من أهم خط هجومي على مستوى أفريقيا، فإن اللعيبة دي ترجع لمستواها مع وجود عبد القادر، مع رجوع قفشة، مع هجوم محمد شريف، مع إن برضه حسام حسن لازم ياخد له فرصة. اتمنى ان المستوى على طول دايما ان اللعيبه دي تفضل يعني 7-8 مباريات بنفس المستوى. طبعا وامام بيرسي تاو اللي كان بيتعرض للهجوم الشديد قبل مباراتين او قبل 3 مباريات، يمكن سعيد بمستواه جدا. وزي ما بتكلم دايما على بيرسي تاو لما هتلعبه فيرود صريح رقم 9، هنا مش هيقدر يديك ال 100% بتاعته، لكن هيديك 70-80%، لكن لما بتلعبه على طرف من الاطراف انت بتقدر تاخد ال 100% بتاعته من يعني بتاعته بتاخدها منه. كل اللعيبه كده، قفشه لما بتلعبه في مركزه هتاخد ال 100% بتاعته. اللي انا كنت اتمناه برده كان ممكن يغيب، مش عارف السوليه
هل موجود ولا مش موجود. فبعض اللعيبه لما بترجع لمستواها، وخصوصا انا بشوف ان النادي الاهلي او خط الهجوم النادي الاهلي او من الفرق الكبيره، ان انت لما يبقى عندك 7 أو 8 لعيبه مفاتيح لعب مع علي معلول من الناحيه الشمال، 7 أو 8 مفاتيح لعب، فده اكيد مهم. فكون ان اللعيبه دي فايقه وفي احسن حالاتها، فده اضافه قويه للنادي الاهلي اكيد في المباراه الكبيره بالذات. كابتن احمد، قلت اتمنى ان موسيماني ما يلعبش 4-4-2 ويلعب 4-2-3-1، ليه فكره ان انت عندك تخوف شويه من فكره 4-4-2؟ هل لعيبه النادي الاهلي ممكن بعض اللعيبه تكون بتتظلم في طريقه لعب موسيماني، او ما بيبقاش واخد يعني الحريه الاكبر في الملعب؟ بعض اللعيبه انت حاطط عينك عليها محتاجه مساحه اكتر منهم قفشه، هل فكره 4-4-2 هي بس من وجهه نظرك هي بتظلم لعيبه؟ بص، انا مش مع ان كل شويه تغير طريقه اللعب. يمكن انا بقول لك انت عندك الاسلحه او عندك اللعيبه اللي يقدر باي طريقه لعب تلعب بيها، زي ما بقول لك مش هتاخد ال 100% بتاعته. وده زي ما ذكرت لك على بعض اللعيبه ان هو هيتاثر بطريقه اللعب، لكن مش هتاخد ال 100% بتاعه الفرقه. ومن الصعب مع احترامي يعني اكبر فرق العالم هي بتفضل تلعب بنفس الطريقه. بتشوف ليفربول بيلعب بنفس الطريقه 4-3-3، ما بيغيرش طريقته. لكن كتر تغيير طريقه اللعب، يمكن النادي الاهلي جرب يلعب ب 4-4-2، وجرب يلعب 4-3-3، وجرب يلعب 3-4-3، وجرب يلعب 4-2-3-1 مع مدير فني واحد، يعني مع مدير فني واحد. فهنا انت جربت كل طرق اللعب، وانا يعني اللي انا بشوفه انسب طريقتين للنادي الاهلي هي 4-2-3-1، اللي بيتغلب بيها وبيفرض اسلوب لعبه عن زي ما قلت لك عن طريق قفشه، او 4-3-3. لكن انا مش مع 4-3-3، لان 4-3-3 هي طريقه احنا بننفذها دفاعيه. صحيح. يعني كمستر موسيماني هو بينفذها دفاعيه بحته. صح. وده اللي انا بتكلم عليه دايما، ان انت ما ينفعش النادي الاهلي على مستوى افريقيا ان انت تدافع. طبعا. انت وطريقه اللعب احنا بننفذها للاسف في النادي الاهلي 4 وبيبقى 3 قدامهم على طول فلات، بيبقى سواء كان السولية او اليو او حمدي بيلعب فلات قدام الاربعه، فهنا اي فرقه بتضغطك. وانا مش مع ان زي ما بقول لك ان اي فرقه تضغط النادي الاهلي، سواء زي ما قلت لك انت عندك المقاومات ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك في اي مباراه سواء في مصر او خارج مصر. لكن 4-2-3-1 هي الطريقه الانسب، 3-4-3 طريقه محترمه وادت بشكل جيد زي ما شفنا وتغلب على النادي الاسماعيلي قبل كده. فدي انا بشوف ان دي انسب طريقتين، وهتاخد ال 100% بتاعه اللعيبه. فهنا ده اللي مهم، انت ممكن تلعب 4-4-2 او 4-3-3، لكن كل لعيب عنده الامكانيات ان هو بيأدي في مركزه، هتاخد منه 70-80% مع الاداء الجماعي، ده هيأثر على اداء الفرقه. لكن انا بشوف ان طريقه اللعب ال 4-2-3-1 ده اللي انا اتمناه من الشكل اللي موجود بيه النهارده، ان الاهلي ينزل يفرض اسلوب لعبه، ما يبقاش فيه تراجع، وحط تحتها مليون خط ان على النتيجه اللي في مصر. لازم ننسى النتيجه اللي في مصر طبعا، وننزل نلعب بنفس الاسلوب بنفس الطريقه بنفس شخصيه الاهلي. طبعا نازل تلعب على المكسب بشخصية الأهلي، هتلعب بشخصية الأهلي هتتخوف منك أي فرقة في أفريقيا أكيد. طبعا شخصية النادي الأهلي هي اللي بتسعى إن هي تكون بتكسب وبتكسب بسكور، حتى لو المباراة ماشية في اتجاه واحد أو النتيجة كده كده مضمونة، النادي الأهلي مش بيقف عن محاولاته لتسجيل أهداف أكتر وأكتر. ولكن إحنا دلوقتي بنتكلم في مباراة إلى حد ما بالورقة والقلم محسومة إن شاء الله للنادي الأهلي، والسيناريو حوالين اللعيبة والجهاز الفني في ضغوط كتيرة متعلقة بالمباراة النهائية، وكون حضرتك كنت موجود طبعا داخل النادي الأهلي، ففي الاخر هي لعيبه بني ادمين، طبيعي ان انت هتشتت، طبيعي ان انت هتكون بتقرا، طبيعي ان انت ممكن تبدا تفكر في خطوه قبل خطوه. كلمني في الوقت ده ممكن نصايح تكون عامله ازاي من بيتسو موسيماني عشان التركيز يكون في مباراه النهارده وما يكونش في اي تشتيت، مع العلم ان برضو لو في شويه تركيز للمباراه النهائيه ممكن ما يكونش في ضرر، بل ان انت خلاص في مود البطوله بشكل عام ان انت تكون بتحسمها. بص يا مرهان، اكيد زي ما بقول لك ممكن اي لعيب يتاثر، ممكن زي ما بنشوف السوشيال ميديا دلوقتي منفتحه بشكل كبير جدا الاخبار، ويمكن زي ما اتكلمت في الاول ان اللعيبه بقى عندها مقاومات البطوله، من ضمن اهم مقاومات البطوله ان انت بتقدر تقفل على نفسك كويس. بشوف ان الدور الاكبر على كابتن سيد عبد الحفيظ في ان هو يقفل على اللعيبه، وده يمكن اكيد ولا انا واثق منه 1000000% ان حصل جلسه او كذا جلسه مع اللعيبه ان هي ما تديش ودنها او ما تسمعش للي بعد كده ايه، وهم يعني مجلس اداره النادي الاهلي او
وكابتن سيد عبد الحفيظ هم بيقدروا يجيبوا حق النادي الاهلي كويس، فهنا عندهم ملكه وعندهم المقاومات ان اللي يقفلوا على اللعيبه بشكل جيد، ما يخلوش اللعيبه تنساق ورا الاخبار. زي ما بقول لك من ضمن مقاومات البطوله انت بتاخد صفحه يعني ماتش بماتش او تقفل الصفحات، فده اللي انا بتمناه من اللعيبه ان كلها تبقى مركزه في المباراه اللي هي اللي في تونس. اتمنى ان اللعيبه النهارده تبقى في كامل تركيزها، مستر موسيماني يبقى في كامل تركيزه مع زي ما بقول دايما اللعيبه الكبيره عليها دور كبير جدا، الشناوي، ايمن اشرف، السولية، وليد سليمان، كل اللعيبه الكبيره، مش عايز انسى حد، قفشه، اللعيبه دي لعيبه كبيره. اوضه لبس بشوف ان هي من اهم اوض اللبس في مستوى افريقيا واللي بيقودها الشناوي، فهنا اكيد اللعيبه هتقدر تقفل على نفسها بشكل جيد، فده اللي انا بتمناه. وده زي ما معودنا على النادي الاهلي يعني دايما بيبقى مركز، ما بينساقش ورا اي اخبار، فان شاء الله النهارده نتاهل للفاينل باذن الله. ان شاء الله يا كابتن احمد باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي النهارده باذن الله على حساب فوكس طيف الجزائري في الجزائر، نكون بنتفوق، نكون بنصعد للنهائي ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا ودايما بتنورنا يا كابتن مصر. حبيبي يا احمد ربنا يخليك، ومن ضمن الحلقات يعني والمداخلات اللي انا بستمتع بيها جدا انت ومريهان. اكيد بشكرك شكرا جزيلا، كلك ذوق يا كابتن احمد عادل، طبعا واحد من نجوم نادي الاهلي السابقين كان معانا عبر لايف، واكيد كان في حديث مطول عن الرؤيه الفنيه. كل اكيد جماهير كره القدم المصريه تتمنى وصول النادي الاهلي الى المباراه النهائيه، وباذن الله يكون قادر يحسم لقب مهم، ولكن زي ما احنا بنتكلم طول الوقت ماشيين خطوه بخطوه، والتركيز يكون في كل مباراه على حده. طبعا ان شاء الله اكيد باذن الله، وده اللي اكيد عامل حسابه بيتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي، واكيد مذاكرين كويس وفاهمين كويس ان خلاص الشوط الاول خلص، النهارده باذن الله الشوط الثاني هنكون موجودين باذن الله في النهائي، ويكون النادي الاهلي قادر يحسم البطوله الثالثه ليه على التوالي ان شاء الله. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل نواصل. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وكالعاده طبعا في استكمال اخبارنا على المستوى المحلي، والبدايه مع اخبار نادي الزمالك. اكيد طبعا يمكن زي ما مريهان اتكلمت خلصنا اخبارنا في النادي الاهلي، بنتمنى له اكيد كل التوفيق النهارده. نروح لاخبار نادي الزمالك، وفتح الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحه باب الاتصالات مع مسؤولي نادي الزمالك عشان تجديد اعاره مروان حمدي وحمدي علاء للنادي السكندري. عبد الحميد بسيوني اكد لمسؤولي 8 اهداف. طبعا بنتابع ميركاتو الصيف عن قرب مع حضراتكم بقاله فتره، طبعا يعني الانباء اللي بتتعلق بانتقالات شغالة، ولكن دلوقتي كل ما هنقرب من نهاية الموسم هتلاقي الأخبار يعني أكثر دقة، في اجتهادات بتكون بتحصل على مدار الأسابيع اللي فاتت، ولكن كل ما هو قادم بقى هيكون أدق بشكل كبير، لأن هي هتكون أنباء قريبة أكثر أن هي تكون بتحصل على أرض الواقع. طبعا أحمد توفيق يمكن كلام كتير كان عنه الفترة اللي فاتت، سمعنا أنه هو خلص كل أموره مع نادي الزمالك، أنه هو يكون موجود مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي، بيتجدد مرة تانية الكلام وخلاص بيقترب أحمد التوفيق من الانضمام لنادي الزمالك مرة تانية. نستكمل مع حضراتكم أخبارنا داخل نادي الزمالك، ورفض محمد أوناج لاعب نادي الزمالك عدد من العروض اللعيبة المحلية، ولكن بشكل عام برضو شايفين أن الأندية الكبيرة بص على اللعيبة المتاحة المصرية بشكل كويس، إزاي يكونوا بيستفيدوا منهم على المستوى المادي. المجالس الإدارة هتكون بتوفر طبعا دولارات كتيرة جدا جدا بيتم صرفها علشان تكون بتجيب لعيبة من أفريقيا، وفي نفس الوقت ممكن تلاقي جودة كبيرة جدا موجودة في الدوري المصري، ولو انت بتنقي بعناية ولو انت عارف بالظبط ايه احتياجاتك الفنية. فبالتالي لو كل الأعمدة داخل الجهاز الفني بتشتغل مع بعضها علشان تكون بتنقي افضل الاختيارات موجودة في الدوري المحلي، وبعد كده يتم بقى الاستناد للعيبة من افريقيا هم اللي يكونوا بيطعموا بيهم الفريق، اكتر من فكرة ان احنا نكون اللعيبة الافريقية هم بس اللي بيتم الاعتماد عليهم. هي حاجة مش بتكون مريحة قوي للجماهير، يعني بحس الجماهير بتاعة الاندية الكبيرة بتفضل ان تكون بتشوف السكواد بتاعها كله لعيبه افريقيه وكله اسامي لعيبه عندها خبرات بقى في دوريات بره، وان لعيبه جايه من دوريات شمال افريقيا عندهم بقى الحده وعندهم الحماس، بس برضو مش عايزين نكون طول الوقت بنقلل من قيمه اللاعب المصري، وان هو مش موجود اللي هو بيحصل من اللاعب الافريقي اللاعب المصري مش هيقدر يقدمه، لا يقدر يقدمه، ولكن كل اللي بيكون محتاجه هي الفرصه، وان هو يكون حد بيديله الثقه الكامله فيه.
طبعا يعني زي ما بتتكلمي مرهان واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري، ومحمد ابراهيم ماشي بشكل كويس، مستوى ثابت مع سيراميكا، دلوقتي بيتالق مع الكابتن احمد سامي، شفناه في المباراه الاخيره امام الجونه، يعني الراجل عامل اللي عليه وزياده زي ما بيقولوا. واعتقد ان محمد ابراهيم واحد من اللعيبه اللي هتكون بتنضم في جهاز او في يعني في اللعيبه ان شاء الله المنتخب مصر اللي جايه مع الكابتن ايهاب جلال، ان هو واحد من اللعيبه دايما كابتن احمد سامي حتى مع سموحه هتلاقي اكتر من لاعب انضم للمنتخب وهو كان موجود مع سموحه. شفنا مصطفى فتحي، شفنا حسين فيصل، شفنا عبد الله، يعني في لعيبه تالقت مع الكابتن احمد سامي. اعتقد محمد ابراهيم واحد من اللعيبه دي، وهيكون بيتالق مع نادي سيراميكا مع الكابتن احمد سامي، هيكون بينضم مره تانية لمنتخب مصر، واحد من افضل اللعيبه في الدوري، عنده حلول فرديه، وده اللي خلى نادي الزمالك يبتدي يبص على محمد ابراهيم مره تانية. محمد ابراهيم عامل مستويات مميزه جدا مع نادي سيراميكا، تؤهله للانضمام لمنتخب مصر الفتره دي، تؤهله لفتح مفاوضات مع نادي الزمالك مره تانية. هنشوف الكلام رايح على فين الفترة اللي جاية مع محمد إبراهيم، ولكن يستحق طبعا وإشادة كبيرة جدا من كل المحللين أو من كل الناس اللي بتتابع الدوري المصري، إن محمد إبراهيم واحد من أفضل اللعيبة، واحد من أفضل صناع الألعاب اللي موجودين في الدوري المصري. دايما كنت بتكلم عن مشكلة إن مفيش لاعب في الحتة دي، مين هيكون بديل لعبد الله سعيد، مين هيلعب 10 أو حتى البلاي ميكر، مش موجودين كتير، ولكن محمد إبراهيم واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين في المركز ده. والحقيقة ده مش كلام أنا بس، وده مش كلام حتى، ده فعل موجود في الملعب، بنشوفه في الملعب مع نادي سيراميكا. واحد من اهم اسباب فوز نادي سيراميكا هو محمد ابراهيم، نتمنى له اكيد كل التوفيق. نستكمل اخبارنا مع حضراتكم ونروح للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اللي بيحتل المركز ال16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطه، وبيستعد لمواجهه سيراميكا كليوباترا بكره ان شاء الله. واستقر كابتن حسني عبد ربه مدير الكره بالنادي الاسماعيلي ان هو بالتشاور كده مع الكابتن حمزه الجمل المدير الفني للفريق على تغليظ عقوبه الخارجين عن النص في لائحه فريق كره القدم اللي تم تعديلها، وده عشان يكون بيتم تغريم اي لاعب يتم اثبات خروجه عن النص لفرض مزيد من الالتزام على الفريق في هذه المرحلة المصيرية للنادي الإسماعيلي. حسني عبد ربه عايز يحط شوية قواعد كده وحاجات يمشي عليها اللعيبة داخل النادي الإسماعيلي عشان يقدر يخرج بيهم لبر الأمان مع الكابتن حمزة الجمل. طبعا في تفاصيل كتيرة داخل النادي الإسماعيلي وعندهم مشاكل كتير، ولكن هم بيحاولوا ينقذوا ما يمكن إنقاذه زي ما بيقولوا. فحسني عبد ربه شايف إن أنت دلوقتي أي حد يعترض، كان في كلام، كان في تفاصيل، كان في يمكن بعض المشاكل الصغيرة جدا كده داخل النادي الإسماعيلي، هو ده اللي خلى حسني عبد ربه يكون بيتكلم إن هو يعدل اللوائح، إن أنت بتفرض أو بتتغلظ العقوبة على أي لاعب يتم أو يكون بيخرج عن النص. نتمنى أكيد كل التوفيق، نتمنى مرة تانية عودة النادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية. طبعا واحنا بنتكلم عن النادي الاسماعيلي واحنا عارفين طبعا انه في الفتره الاخيره والاكثر من موسم الصراحه الوضع مش احسن حال، فاحنا بنتكلم عن ضوابط بقى لازم تكون بتترصد في الفتره اللي جايه علشان يكون كل اللاعبين على درايه كامله باهميه اللحظه، وان لازم يكون في تركيز، ولازم يكون في انتماء، ولازم يكون في اجتهاد، لازم يكون في عوامل كثيره جدا علشان تنقذ الفريق في الوضع الحالي اللي هو ممكن يكون مش الاحسن ولا اللي كنا نتمناه لفريق كبير بحجم النادي الإسماعيلي. مشاهدينا بعد الفاصل هنواصل حديثنا، خليكم معنا. مشاهدينا بجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في صباح اون تايم. خلصنا اخبارنا المحليه وماتشاتنا النهارده، اكيد في ماتشات عالميا نروح نشوف كده النهارده ماتشات اليوم، واكيد الصراع مشتعل في الدوري الانجليزي، الكل منتظر نهائي تشامبيونز ليج، ولكن النهارده كاس نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ما بين تشيلسي وليفربول، توخيل و يورجن كلوب، واكيد مواجهه شرسه النهارده هتكون ما بين تشيلسي اللي هو يعني مش في افضل حالاته، ليفربول اللي ماشي بشكل كويس، ويعني وصراع مشتعل بينه وبين مانشستر سيتي في البريمير ليج. هنشوف النهارده مين يكون بيحسم اللقاء الساعه 6 الا ربع ان شاء الله، تشيلسي وليفربول نهائي كاس الاتحاد باذن الله، ونشوف ونتمنى اكيد التوفيق لليفربول النهارده ولنجمنا المصري محمد صلاح. ان شاء الله يكون في تعزيز لعدد الالقاب اللي بيقدر يحققها محمد صلاح في تاريخ كبير جدا بيسطره مع فريقه ليفربول. وخلونا نستعرض معاكم بعض الاخبار العالميه. نادي مانشستر سيتي كشف عن تمثال اسطوره النادي سيرجيو اجويرو، واللي قام بتصميمه النحات البريطاني اندي سكوت، وتم وضعه امام ملعب الاتحاد. النحات البريطاني اندي سكوت استخدم في تصميمه للتمثال الاف القطع الملحومه من
الفولاذ وصمموا ان هو يكون بينور بالليل باضاءه زرقاء، اكيد يعني في اطار اهتمام كل الانديه باساطيرها وازاي تكون بتخلدها، ولكن كمان مع تطور التكنولوجي وتطور الشكل الجمالي زي ما احنا شايفين لازم يكون في اهتمام ان ده يكون على اكمل وجه وبشكل مميز. فده الحال اللي حاصل بالنسبه لواحد من اساطير نادي مانشستر سيتي سيرجيو اجويرو، وازاي قدر يتم تخليد تمثال ليه بالشكل اللذيذ. قبل ما نعمل لك تمثال كده يا يحيى ان شاء الله. تمثال هنا على الكنبه، على الكنبه مكاني. المهم اعملوا لي تمثال، مش مهم تحت الكنبه فوق الكنبه. المهم اكون كده يعني صاحب تمثال، دي حاجه مهمه جدا. طيب بنتكلم النهارده في تفاصيل كتير، في ماتشات كتير سواء النادي الاهلي مع وفاق سطيف، واكيد زي ما كنت بتكلم عن نهائي كاس الاتحاد النهارده تشيلسي وليفربول. هنتكلم بالتفاصيل، هنتكلم فنيا مع واحد من نجوم تحليل اون تايم سبورتس اللي دايما بيكون منورنا ومشرفنا، ياسر حسين. يا ياسر صباح الفل عليك، وحشني جدا، مختفي فين؟ صباح الفل عليك يا احمد مريهان، انت وحشني اكتر، ومريهان طبعا موجود اهو. لا واضح ان انتوا بتخرجوا واحنا مش عارفين والمشاهد مش عارف، دي حاجات يعني بقى على الواتساب يا جماعه، مش معقول كده. قهوه ايه بقى بتقعدوا على قهوه؟ صباح الفل عليك. لا مش هقول، ما تقلقش. صباح الخير عليك يا ياسر، ودايما بتنورنا. وخلينا كده نبدا على طول في مباراه النهارده ليفربول وتشيلسي، ومباراه على بطوله فبالتالي ليها حسابات خاصه، ولكن نتكلم طبعا عن اضطراب بشكل كبير اداري وفني بيعيشه فريق تشيلسي. هل ممكن ياثر باي شكل من الاشكال، ولا قادر تحس ان في يعني على المستوى الفني اللاعبين قادره تكون بتفصل ما بين كل الاحداث اللي خارج الملعب؟ صباح الفل مريهان، طبعا سؤال كويس. احنا بنتكلم انه الاسبوع اللي فات كانت نهايه حقبه، او نقدر نعلن رسميا نهايه عصر مهم جدا في تاريخ الكره الاوروبيه، مش على صعيد بس تشيلسي شخصيا، على صعيد الكره الاوروبيه كلها، انه انتهى عصر رومان ابراهاموفيتش الملك السابق للنادي، اللي حقق 21 بطوله، منها 5 دوري و2 دوري ابطال شامبيونز ليج، وحتى البطوله اللي احنا بصدد ان احنا نشوف النهارده النهائي 5 اف اي كاب او اكثر، كاس الاتحاد الانجليزي. فبالتالي استلام تود بويلي الملك الجديد اللي عنده ليكرز وعنده فريق بيسبول في امريكا وعنده يعني عنده حاجات كتير جدا، وخد النادي بحوالي رقم يمكن يقارب ال 5 مليار استرليني، ان دي يعني ممكن شويه تكون نقله في البيت من الداخل تشيلسي، ان الامور تبقى اكثر استقرار. كنا بنتكلم في الاسابيع اللي فاتت يا مريهان ويحيى على لعيبه بعينها، منها اخرهم روديجير بيمشي بيسيب النادي بشكل غصب عنه عشان النادي لسه مش مستقر، او ان في مالك جديد. لكن النهارده دفعه كبيره جدا اللاعبين والغرفه خلع الملابس والتوخل، انه يقول اللعيبه دي اقدر يعني اتكلم لعيبه حتى اللي كانت على صدد انها تمشي، لكن دلوقتي ممكن يقدر يثبتهم او يقول لهم انه هيبقى في كلام مع الاداره، في مالك جديد، في دفعه من الاموال. فاستقرار كويس لتشيلسي، دفعه مهمه قبل مباراه اليوم في نهائي كاس الاتحاد، اقدم بطوله انجليزيه. لكن في نفس الوقت عنده كمان، لو اتكلمنا على الدوافع سريعا كده، تشيلسي عنده دافع، يعني طبعا دوافع مشتركه والدوافع الاثنين متساويه، لكن لسه خسران في، لو نفتكر 27 فبراير اللي فات يحيى ومريهان، لسه خسران الكاراباو كاب من اللي هو كاس الدوري كاس الدرع الانجليزي من 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 ليفربول بضربات الجزاء، اللي انتهت بانه حراس المرمى شاطه في الاخر وكانر هو اللي جابها ليفربول. فبالتالي كمان لسه بطوله كاس ضايعه، وهي البطوله الوحيده اللي عند تشيلسي بنفس عليها، عكس ليفربول اللي عنده الكودروبول التاريخيه او الرباعيه التاريخيه اللي بيسعى انه يحقق كل بطوله فيها. أسر يعني تشيلسي 70 نقطه في المركز الثالث، مرتاح نسبيا في الدوري الانجليزي، يعني ما عندوش قلق اللي هو يخوفه. ليفربول عنده، مش عايز اقول مشتت، ولكن يورجن كلوب اكيد عنده حسابات مختلفه النهارده، بيفكر في نهايه تشامبيونز ليج، اكيد بيفكر في الصراع المشتعل ما بينه وما بين مانشستر سيتي. هل كل دي عوامل ممكن تكون بتاثر؟ محمد صلاح مش عايز اقول بعيد عن مستواه، ولكن اوقات مش افضل حال، يمكن بقاله كام ماتش مش افضل حال. شايف كل دي عوامل ممكن تكون بتؤثر النهارده على ليفربول امام تشيلسي في النهائي ولا لا؟ تماما يا اخي، بالظبط بالظبط، تكمله لسؤالك، انه ليفربول النهارده بينافس على 4 بطولات. صحيح. ده صعب جدا، مفيش فريق في التاريخ قدر، يعني لو هم عملوا ده، حتى كان يقول لك ريو فيرديناند اللي هو احد اساطير يونايتد، لو عملوا ده ينصبوا نفسهم اقوى واعرق واهم فريق في تاريخ انجلترا وبريطانيا، لو ده حققوا الاربع بطولات. فبالتالي صعب جدا زي ما انت بتقول، عمليه التدوير مهمه جدا اللي بيعملها يورجن كلوب. صلاح لاول مره يمكن
على مدار يمكن تاني موسم على التوالي او حاجه كده نشوفه بيشارك الدقيقه 72. بدا شويه يفكر يورجن كلوب بانه يعلم قيمه صلاح كويس جدا وانه اللاعب الحاسم والاقوى ونجم الفريق، لكن في النهايه عايز يجرب لعيبه كتير. اخرها تاكيدا لكلامنا يا يحيى ويا مريهان انه فابينيو انت بتكسب اخر يعني تعادلت مع توتنهام وشويه الفرص تضاءلت في حسم لقب الدوري الانجليزي مع فارق ثلاث نقاط مع مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي بيكسب بسكور ماتش ورا الثاني، تضاعف كمان فارق الاهداف اللي ممكن يحسم بيه الدوري لسبع اهداف. فبالتالي انت بتكسب تعادل مع توتنهام، بتكسب استون فيلا في مباراه صعبه، لكن بتخسر فابينيو. حتى التقرير اللي طلع من ليفربول ان فابينيو مش هيغيب عن مباراه اليوم من نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، ولاعيب مهم جدا طبعا. وهيغيب عن مباراتين الحسم في الدوري الانجليزي. طبيعه الحال زي ما انت بتقول صعب جدا على ليفربول، تشيلسي مرتاح اكتر صح. كان عنده مشكله في الاسابيع اللي فاتت انه بعد عن المركز الثالث وكان فيه هيبقى في منافسه بينه، لكن فوز توتنهام على ارسنال خلى تشيلسي زي ما انت قلت يبعد 70 نقطه عن اقرب ملاحقيه وهو حاليا ارسنال. فبالتالي اللعيبه مرتاحه اكتر، لكن الغيابات شويه ممكن تحس انها في تشيلسي اللعيبه اللي اكيد مش هتشارك يمكن اكتر، يعني شيلول وهوتسل وداي وكوفاسيتش دول اكيد مش هيشاركوا. في كلام على نجولو كانتي النهارده احتمال يشارك احتمال لا، من ناحيه ليفربول هو فابينيو بس، لكن ضغط المباراه بالطبع زي ما انت بتقول على ليفربول اكتر. مباراه مهمه. يمكن سريعا بس اخدكم في تاريخ البطوله، هم اتقابلوا اكتر من مره في مباراه في ربع النهائي ونص النهائي في سنه 32 وسنه 65 سنه 2006، لكن اخر فاينل اتلعب بين ليفربول وتشيلسي في الاف اي كاب في كاس الاتحاد يا مرهان ويحيى هو كان بتاع 2012، اللي لو نفتكر راميرز ودروجبا جابوا الجولين لتشيلسي وجاب جول ليفربول الوحيد المهاجم الانجليزي اندي كارول. فبالتالي مباراه يعني نهائي جديد بعد اكتر من 10 سنين دلوقتي، بعتقد انها تبقى مباراه قويه جدا. بتمنى طبعا زي ما مرهان كانت بدا الكلام انه يبقى تعزيز يا يحيى ببطولات محمد صلاح مع ليفربول، لكن مباراه النهارده قويه جدا طبعا. طيب احنا بنتكلم على اكتر من مباراه متبقيه لفريق ليفربول السيزن ده، سواء المتبقي ليه في الدوري الانجليزي او المباراه النهائيه امام ريال مدريد في الشامبيونز ليج وكمان مباراه النهارده. يعني يقدر يقسمها ازاي؟ احنا كلنا مركزين مع الشامبيونز ليج اكتر حتى من الدوري الانجليزي. اعتقد ده ان تحس ان مان سيتي اقرب بشكل او باخر، يعني تحس ان طول الوقت ليفربول بيحاول يلحقه ولكن بيب جوارديولا مش مديله فرصه، فكان انت بس بتحاول ولكن انت مش هتنجح قوي، وده احساس داخلي عند ناس كتيره. ولكن نقدر نبص للمباريات دي ان هي في اطار اعداد مثلا للمباراه النهائيه بتاعه الشامبيونز ليج، ممكن يكون بيستغلها في الاطار دوت يورجن كلوب، ولا هيكون باصص لها على ان هي بطوله يسعى لتحقيقها، مع العلم ان انت برضو عايز تحافظ على لياقة لعبتك، مش عايز تكون بتخسر لعبة تانية بإصابات او اي حاجة لا قدر الله، فعندك برضو خطط كتيرة في دماغك. خلينا نكون منصفين يا مرهان، اللي حصل بعد خروج مانشستر سيتي من 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 دوري الابطال الحقيقه اثبت ان برضو جوارديولا مدرب كبير، وان مانشستر سيتي طبعا. حتى لما تاخدش دوري الابطال تظل فرقه كبيره بالظبط. هي رده الفعل ان انا اكسب بالشخصيه دي مباراه بسكور، في المباراه بعدها بسكور وابعد عن اربع سنين واكد ان انا البطوله الاخيره اللي فاضله لي في الموسم هحققها هي الدوري، حتى لو كانت المنافسه قويه مع مع مع, مع ليفربول، دي بتاكد ان في رده فعل، وان كمان التعادل بتاع توتنهام هو اللي شويه زلزل الامور بالنسبه لليفربول، ففي صعوبه دلوقتي في تحقيق الدوري، لسه في الملعب لكن في صعوبه كبيره جدا. بالنسبه لليفربول ردا على سؤالك، هو مجبر على يعني هو في النهايه لا ما اقدرش اقول على مباراه نهائي كاس الاتحاد ابدا كاس الاتحاد الانجليزي انها مباراه تجريبيه مريهان، لكن في نفس الوقت هو مجبر على عمليه التدوير، عشان كده غروب فابينيو مش ازمه بس لخط الوسط، لازمه لثبات التشكيل. يعني هو كان اخيرا في اخر مباراه الدوري واخر مباراه دوري الابطال لو نفتكر يحيى مريهان كان ثبت الثلاثي وعمل خلاص تناغم في الفريق، يعني الثلاثه اللي قدام ما لهمش كلام طبعا، لكن ثلاثه بتوع وسط الملعب اللي هم الكانتارا وفابينيو وهندرسون دول خلاص بيمثلوا زي التشكيله النموذجيه في وسط الملعب، وبيعملوا تناغم كويس جدا. فابينيو بيغطي رقم 6 تحت قدامه هندرسون بادوار شويه ربط النص بالثلث الهجومي، والكانتارا ليه حريه بقى العزف وانه يعمل ثروهات ويحرك الفرقه وكل ده. لما بتخسر عنصر من ده هو بيضطر دلوقتي نادي كيتا لو تاخد بالك بيخش تدريجي يا مرهان ويحيى. فبالتالي لا، المباراه مش تجريبيه لكن مضطر يلاعب جميع القائمه، جميع قائمه الفريق، زي ما مثلا في ديربي ميرسي سايد في الدوري في ايفرتون اضطر ينزل اوريجي ونزل خلص له الماتش، فهو بيحسس ال 30 لعيب او القائمه كلها ان انتوا جزء من الفرق اللي انا بنافس على اربع بطولات، وده انجاز او اعجاز مش هيوصل له يورجن كلوب تاني.
هو المدرب الوحيد اللي وصل للاربعه في نفس الوقت. في انديه قربت السنين اللي فاتت، يعني مثلا كانت وصلت نصف نهائي دوري الابطال مع انه طلع من الكاس بدري، مع انه بينافس على الدوري، انما ان انت تبقى لسه فرصتك حيه حتى الان يعني واحنا بنتكلم في الاربع بطولات، ده اعجاز. فبالتالي لا، بعتقد انه بيبص على كل بطوله على حده، وانه بيحاول يحقق الاربعه بتدوير اللعيبه وبخلق الحوافز كل النهارده. النهارده دوافع كتيره، الكلام اللي هيتقال النهارده في اوضه اللبس مرهان ويحيى غير اللي هيتقال يوم 28 في باريس لتحقيق دوري الابطال، غير اللي هيتقال في اخر جولتين في الدوري. فبالتالي دي شيمه الفرقه الكبيره. انت النهارده بتنافس على اربع بطولات، وانت ليفربول واحد من احسن فرق في العالم دلوقتي. فبالتالي عندك السكواد وعندك الدعم الجماهيري والدعم المادي وكل شيء وعناصر اللي موجوده في الفرقه اللي تخليك قادر على تحقيق الاعجاز ده. فبالتالي النهارده لا، يعني داخلين 50 50 طبعا تشيلسي وليفربول. تشيلسي عينه بشكل شويه انه دي البطوله الوحيده هيقاتل عليها، لكن ليفربول كمان هو عايز يحقق كاس الاتحاد. هو توخيل ما عندوش حاجه غير انه يقاتل على البطوله النهارده الحقيقه ياسر، ولكن بنتمنى التوفيق اكيد لليفربول النهارده، بنتمنى التوفيق لمحمد صلاح. بنشكرك يا ياسر، دايما بتنورنا ودايما بنسعد بوجودك معانا، وقابلك بقى بره عشان بس مريهان ما تعرفش ان شاء الله بنتقابل بره. انت بتراقبيني خلي بالك، وهعرف القهوه بنتقابل بعد الهوا. وحللنا الرياضي ياسر حسين اللي دايما بيكون بيشرفنا وبيمتعنا بارائه الفنيه. بنشكرك اكيد، شكرا جزيلا. ونرجع كده على طول سريعا قبل ما نختم مع حضراتكم، نستعرض مع حضراتكم اجابات سؤالنا النهارده اللي هي توقعاتك لمباراه وفاق سطيف والنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. خلينا نشوف كده الناس على تويتر قالت ايه. نبدا مع احمد ابراهيم واللي بيتوقع فوز النادي الاهلي 2-0 وبيقول يلا يا اهلي ان شاء الله. يا احمد عمر منتصر كتب فوز الاهلي 3-1 ان شاء الله. نروح لمصطفى عبد الجواد ان شاء الله 1-0 للاهلي. احمد فرغلي كتب 2-0 للاهلي ان شاء الله باذن الله. حاله تفاؤل كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا، ونتمنى اكيد كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي، وباذن الله يكون موجود في النهائي ويكون بيتوج للمره الثالثه بمشيئه الله. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من صباح تايم، بكره ان شاء الله حلقه جديده في نفس الميعاد. مريم بشكرك شكرا جزيلا. صباح الخير عليك يا يحيى، وشكرا موصول ايضا لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه. نلتقي دايما على خير.